تكلموا بشوي بالفرنسي؟ نو لا تنفذ دم يا عيط. قلت له لورد جروار تاريفي كاميرات ديكاج يا كلاب يا فساد. انت يا السارق اللي لابس البابيون يا اللي حاطط حتى رشع في وسط العباد ديكاج. غزل لي واحد قال لي عبد لي تاكل سكر فمك. قلت له عليه قال لي ماهاش مظاهره كتبان صديقي عليها. يعني التونسي تلمون ابدع في المظاهرات اقوى مظاهره شفتها لايامي. السكرجيه ما رجعوا على القوه خرجوا عملوا مظاهره تاع لي زالكوليك يا ودي لا فينيو ترا فيه مايل كي البطو خرجوا عيط يا سبس ريت الشعب التونسي راهو عنده كي السبس يقول لهم في ملك جا واحد قال السلام عليكم انا الناطق الرسمي باسم الاخوان البائعين سأقول هب قول الحكومة ذي أركعت فركع ياسر القرار ثانيا يا حكم ماكم مسلمين علاش تبيعوه الشراب انتوما ويتشد الزوالي علي وعلى الخطير بتاعه 4800 يبدأ الرئيس معك ما عندوش صرف 5000 نقعد صرفك فيه على 200 انا سيد الرئيس معك ترزعني 200 يا ودي قالوا الرئيس معك وقالوا اعطيني بيهم حمص يا اخي سيد الرئيس معك ما ساعة ولا تحب العبادة تغدر ما يجيش منه راجل عنده بوفوار في البلاد يلبس روبا وما يجيش واحد خرج من البر قام ظهري عيط ونحبوا برلمان نحبوا برلمان قالوا البر هذا خير وظل واحد من بعيد قالوا الحوت عليك قالوا الحوت عليا والشراب عليك والحكومه نعملوها كمية اللي جي الرجال في تقطاريف رجال في الدنيا امورهم خرجوا عملوا مظاهره قال لك ماي ديمقراطي عندهم الحق الناس كلها عندها الحق قال لك حبوا دولة كيف نان حبوا دولة كيف نان حبوا حكومة كيف نان تصور شعب كامل كيف بوكسرات جي يكحوا بوليسية يكحوا وزير ورئيس يكح تصور ماتش بوكس في تونس عيشة تنفشخ والديك انا نغزى عليك ترانيت لك راوي عيشة مسبوع عيشة خبش لك وجهك نعذك تصور تحرق الضوء يوقفك بوليسنا قتلك برد كي بوليس يقولك برد حرق الضوء يحرق عصابه الهم هذا حرق الضوء الاخضر تغزل فيا فما واحد يحرق الضوء الاخضر والضوء الاحمر تكون يحرق امه يحرق عصابك تنحشي لك الصفاره في عينك الهم هذا ما بده سخت اقعد غادي عندك خديع احترم زي الزحنزوق شنو هذا فردي هذاك فرد بالكرتوش تعرفش معناها كرتوش هيا اهرب تنورك شنو الكرتوش اهرب نزيدك نقبة عن قبلي عندك الهم احترم تصور رئيسنا خرج النرفز مع الوزير رئيسنا يكح هيا شنو هذا رئيس انا يا هم طواليت انا اللي جيني يقول لي معتصم ولا ما نعرف رئيس ولا مفتول انا يا بابا الهم هذا يا اخويا ما تحبش الاعتصامات نقص ما كنت الهندي ده ما تعتصم مش عمال دي هيا يا سيب البلاد تحية العالم يقتل العالم احمد يا نانا وكتورة اللي فيه شكون عملها سيد الدفاعي تبوت ياسر كلمهم يا خي ما نجمهمش هذوما يزوم ميزانية يزوم مدفع كل واحد يمشي نجيب لهم كلام وزير الفلاحة وزير الفلاحة خرج من الناس ايا نقصوا بالفلاحة تفلحوا ياسر راهو حلوش في العرية فم مظاهرة صارت بالرسم انا قاسم مروح للقاسمه الحول الحومه ثم ثلاثه اولاد توا قهروا عرفتهم اللي يحكيوا بالرسمي لقيت عيطوا خبز ومن
أربعة نسيب خبز ومين أربعة نسيب تخبيت أنا حبيت نفهم فين ومين بتسات كيشير في الشارع متخبى مش مقلقش ما يعبرونيش قعدت فر سبحان ربي ربي أعطاني ريبونس من وقت فما رجل كبير ظهر لي جربها كي أربعة نسيب خذيها نرفز عليهم يا ودي مرمدهم الكذب لا تتبوت تضار تاخذ أربعة نسيب تتفوحلو اسألوا المجرب حتى رجل تونسي من نجم أربعة نسيب قالوا راس ولدي تاخو أربعة نسيب رشيلك تجري من بيت البيت في الليل وما تخلق أربعة نسيب قالوا والله قالوا مازلت واحد في البيت الأولى وتعيط يا ربي يا ربي يا ربي مازلوا ثلاثة يا ربي ايش نعمل يا ربي خذت فيها قرا هريسة نضرب في روحي بالكروش هي يا ربي يا ربي ايش عملتها في روحي يا ربي أربعة نسيب قالوا تتفوحلو وراس ولدي قال له تاخو أربعة نسيب واسأل المجرب البيت السادسة دخلت لها على يا ربي وزارت لفهم يا ربي على يا ربي مشيت تقويلي إيماني يا ربي المرة السادسة تبقى منرفزة عمره ما وصل لها استنى فيك قدام بيت بكاسك خلطت شيء يا معلم موتورك تحرق يقولك موتور اخر يا معلم ليه ثلاثة شهور على البنك راني استنى لك باش نمشي نلعب في كيب اخرى راني ديجا بديت نسخن وحدي راني خلطت ارحميني يا رب وقفي معايا نوقفي انت ما تشوفينيش هكا ما تاخذيش فكره خايبه سي عليا البيت الاول اسمي عليا البيت الاول راني في حل راني في حل بعد باش الكبير كي تلفت راني قال لي شي قلت له عبد الله قال لي شي مهم قال شوف عشان عندي ميساج حابك توصلوا للنسيم تاع تونس قال لي قول لهم الدنيا تبدلت يا حسره على الراجل يا خوار اربع سنين قال لي ريت المراه تاع توا تاع تونس جديده قال لي يلزم اربع رجال الولاد ما تخشوش المرأة تحلم ياسر المرأة راهو تحلم ريت الرجل والمرأة مش فرد ربي ديتين في الحلم الرجل كي باش يحلم دون يحط المشاكل اللي عنده الكل مثلا يحلم بامرأة واحدة كل مرأة يزني نخدم ودار ونبني فوق دار امي وبابا وعندي قر ليه خويا مش ليه يزن المرأة ليه المرأة ريتها سمعت اربع رجال عند الحق تيب الوقت سي كونتهم التشكيل كلهم صغار وكبار قد سيد أول هم ذي أنا حصلت فيه ترك ذي خليه مازال ثلاثة أنا أخوك اللي حرموني منه يحرمهم ربي قد أشوف بوغوس وليبي وسعودي ليه زيد خمم سكتش ذيك نعملوا ليها بني الرجل تقول له تاخو أربع نسيب ما يقولش ليه والمرأة تقول له تاخو أربع رجال ما تقولش ليه لكن كي خمم فكرت مش بنفس العقلية الرجل دي ما بتبه بير نحن توس الرجل توس يقول تخور ما تسيه يقول دي جيب مية جيب معهم زوز باقيت ناكلها ومال كلها المرأة اللي المرأة تعرف علي استحب تخور بعد جيلة عندها حلم عميق هي بيدها ما تعرفه تنسي لكم المرأة التونسية تحلم عندها أربع رجال في الدار طيب وينظف ويصيب وهي تلب حتى نص الليل في الشارع تخيل في الشارع دار دار من حنون لحنون بعد تروح نص الليل تكسر باب الدار ايا اخرج تحت الطاولة انت يا اللحو صايب الخيشة وين الاصنع وين البطي ليش هني شد السفر انت صرفك فيك معلوماتك مع الاعصاب تقعد غادي نخمس خشمة بالهم هذا اسمع راني على اعصابي خسرت في الرمي كلمتين الحس لابس نمشي لبيتي نتفرج في الماتش انت تعمر شيشه وانت تجيب ولعه قبل ما نرقد فشخوا بعضك دم شرتله اللي يقعد حي والفحل فيكم يخلط علي البيت خلوا دم شوية جيت حاب نقول لكم البنات فيكم على رواقكم سيان سكتش سكتش معناها مش واقع سي فيكسيون حلمة صغيرة ونرجعوا للواقع في الواقع تهنم الناتير بتاع تونس اليوم تهنم لنا نحن مش ناخذ اربع سنين ولكم انتم مش تاخذوا اربع سنين
وتفرحوش باش انا بتصفقوش مش حلا مش خبر احلى ولا معناها المراه بتاخذها والراجل بتاخذها باش يقعدوا شادين كشخ بعضها ما فيها والمشكله مش في انك تشد كشخه مرتك ومرتك تشد كشخه المشكله الراجل توصي ما توصي كي تاخذهم من الاول زبالت محلاهم فيهم حتى جارانتي مش ما يتبدلوش في عامين يتقلبوا تقول مش هي ساعه الراجل توصي يبدا يتحلها مرت تدخل له حليت هي اي شوفني بتحلو فنفزق بالحق نحكي لكم هذه فنفزق قبل نكمل وصرت بالحق هذه ما نحبش النية الفيز ده سيريزمو نعمل عليكم سيريزمو نعمل عليكم شوف أنا وقف في الأفنيو صارت لي بالحق فما مظاهرة بتاع العلمانيين اللي لايك آلاف خاش ريحتهم ببرفام البعيد البرفام تاعهم مخلط قبل معاهم راجل مثل شعره أبيض يعيطوا نحبوا دولة لا هيك نحبوا دولة لا هيك كي شافوني من بعيد عرفهم ولا شكون قال تيان لطفي عبد اللسان ارتيست دونك ما ينجم يكون كان لايك علماني قال لي عبد اللي نحبوا دولة لايك اي جمعانا لايك قلت له برا لايك وحده انا شنو انا مشي لايك وحدي قلت عليها معلم تحبنا لايك ومعك شعب كامل يزي قلت له لينا 50 سنة لايك قلت له دوما زادت دوما دخلوا مليم 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 شدوا الحكم بعثونا لايك ونحن حالتنا من لايك اسد التوانسة الكل قال لي انتوما التوانسة بهاي ما فهمتوا شيء من الاي سي تي قلت له بربي ما كنت في كيف فهمنا علاش نحن بهاي قال لي عايش ولدي العلمانية والاي سي تي في المخ قلت له والله انتوما الطبقة السياسية بالمعارضة للي يحكموا انتوما واللي يحبوا يحكموا في تونس ابهم منكم ما فهمتش ما فهمتوش الشعب التونسي قال لي عليه قلت انت اللي سيتي في المخ تعرف الشعب التونسي شكون قلت له نحن اكبر شعب مليك في مخ